أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. في تظاهرات الإباء نعلن عن 3 مبادئ رئيسية تهمنا في الساحة البحرينية. المبدأ الأول: مواصلة الأعمال الثورية والميدانية. نحن عندما نقوم بعمل ثوري نرمي من ورائه تحقيق هدف ما، لا نقوم به للتسلية ولا نقوم به للسجالات السياسية الجوفاء التي لا تحقق هدفا، وإنما نقوم به لتحقيق هدف سعينا ولازلنا نسعى إليه، وهو الإطاحة بالنظام الخليفي وإيجاد نظام حكم عادل. وهذه الحقيقة أشار إليها الإمام الحسين عليه السلام عندما قال: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد. والإصلاح الحسيني يعني أن مثلي لا يبايع مثل يزيد، ويعني أنه تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، ويعني أننا إذا لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. فنحن إذا في مواصلة ثورية وميدانية ضد هذه الطغمة الحاكمة، هذا كمبدأ أول. المبدأ الثاني: يجب أن نحافظ أن هذا العمل المتواصل يكون متقدما ومتفوقا. فرغم قلة الإمكانيات ورغم الإمكانيات المحدودة في قبال ما يملكه النظام من قدرات مدعومة محليا وإقليميا ودوليا، استطاع هذا الشعب الأعزل أن يوصل قضيته إلى أعلى وأقصى نقطة في العالم، كما وصلت أسخن الساحات العربية المشتعلة بالسلاح. نحن بأيدينا المجردة وبصدورنا العارية استطعنا أن نوصل هذه القضية إلى مصاف تلك القضايا الساخنة، وهذا من ناحية حقوقية ومن ناحية ميدانية ومن ناحية إعلامية. ولم يستطع النظام رغم خطواته المتسارعة والمتهورة، فيوما يدعو القوات الأجنبية كالقوات السعودية والمغربية واليمنية والأردنية